بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة هيكون لقاء الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز. نبتدي الأول سريعا كده بتشكيل النادي الأهلي وبعدين نكمل الانترو بتاعنا. تشكيل النادي الأهلي النهاردة هيبقى محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين أكرم توفيق، ناحية الشمال أيمن أشرف، الاثنين اللي في القلب رامي ربيعة وبدر بنون، قدامهم اثنين وسط دفاعي أليو ديانج وعمرو السولية، ثلاثة وسط أمامي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الأطراف، في النص محمد مجدي قفشة، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف. نقولهم تاني، محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين أكرم توفيق، ناحية الشمال أيمن أشرف، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ورامي ربيعة، خط الوسط الدفاعي اللي قدامهم عمرو السولية وأليو ديانج، ثلاثي الوسط الامامي هيبقى طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، ومهاجم وحيد محمد شريف. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده بالمكسب باذن الله.